للوقوف أكثر عند حادثة البغدادي، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الناشط السياسي عبد القادر النايل. سيد نايل، مرحبا بكم. يعني أنباء متواترة تفيد بمقتل وإصابة 26 من عناصر الشرطة والحشد، وذلك بقصف أمريكي واشتباكات غربية محافظة الأنبار. سيد عبد القادر، إذا كان العبادي أعلن انتهاء العمليات ضد تنظيم الدولة، لماذا تقصف الولايات المتحدة ناحية البغدادي؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. ما ذكرتموه دقيق تماما، والى الان حقيقه هناك ارتفاع ربما لاعداد القتلى، لانه مدير شرطه البغدادي العقيد سلام في حاله خطره، واخرين ايضا من الجرحى في حاله خطره في مستشفى الناحيه الذي يفتقد لابسط اجراءات السلامه الصحيه. وبالتالي عمليه القصف كشفت حقيقة أكذوبة السيادة العراقية التي تدعي فيها الحكومة، وأكذوبة ما يسمى بالاتفاق الاستراتيجي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين حكومة المنطقة الخضراء أو سلطة المنطقة الخضراء. لذلك يأتي هذا القصف في ناحية البغدادي، لأنه لا زال العمل بإطار المخبر السري، ولا زال لا سيما أن القصف معلوم تماما أن هذه الناحية تخضع لميليشيات الحشد وللقوات الحكومية وللحشد العشائري وشرطة نهاب. وبالتالي عملية القصف جاءت حقيقة ليس للاشتباكات، هذا فقط للتصحيح، إنما كان هناك بعد مداهمة بيت المدعو كريم والذي هو أيضا قيادي في الحشد، لحيازته كواتم تأتيه من إيران، قصفت الاجتماع في بيت الشيخ معدي في البغدادي، لأنه هذه المداهمة نتج عنها قتل هذا الشخص. وبالتالي اجتمعت مدير الناحية ومدير الشرطة وبعض القيادات الحشدية في منزل، ثم قصف المنزل. لذلك حقيقة القصف الأمريكي جاء بتوجيه من قبل القوات الحكومية المتواجدة هناك، وبالتالي هو يهدف حتى لإنهاء المتعاونين معهم، حتى تبقى السلطة الأمنية لصالح ميليشيات الحشد الشعبي بالمطلق وبالكامل. سيد نايل، لكن هناك غرفة عمليات مشتركة تجمع ما بين القوات الأمريكية والقوات الحكومية، لكن هل نفهم من خلال هذه الحادثة أن التحركات الأمريكية تجري بعيدا عن أي تنسيق ومشورة بينها وبين غرفة العمليات العراقية مثلا؟ أولا، غرفة العمليات العراقية الأمريكية هذه فقط من أجل أنه يقال أن الحكومة صاحبة السيادة والقرار، وإلا لو اطلعت حضرتك أو المشاهدين على بيان خلية الإعلام الحربي الذي ذكر أن الحادثة وقعت في 2017، يعني هو أورد الحادثة وبالتالي أخطأ، بالتالي هذا يدلل على عدم وجود لديهم أي معلومات. حتى في سياق الرواية التبريرية التي ذكرها المركز الحربي يدلل على أنهم ليس لهم معلومات بالمطلق. المواطنون الآن يعلمون ما جرى في البغدادي، وبالتالي هم أنزلوا بيانا حربيا من إعلامهم الحربي حقيقة فيه كثير من المغالطات، فضلا عن التاريخ الذي أخطأوا فيه. هذا يدلل على أنه لا وجود لما يسمى غرفة العمليات. الأمريكان يعملون بمعزل كامل، وبالتالي هم هؤلاء مجرد أنهم يقدمون معلومات لصالح القوات الأمريكية. وبالتالي معلوم تماما أنه ما جرى هو فقدان كامل للسيادة العراقية بالكامل، وبالتالي لا وجود لقوات أمنية يتم السيطرة عليها، لا سيما الأمريكان يعلمون أن القيادات الموجودة والضباط الموجودين هم مجرد ضباط دمج، ليس لديهم أي قدرة عسكرية. سيد نايل، حادثة البغدادي، هل تريد من خلالها القوات الأمريكية الموجودة على الأرض أن تثبت للحكومة في بغداد أنها عادت بكل قوتها وهي صاحبة القرار على الأراضي العراقية من جديد؟ هذه هي الرسالة الحقيقية التي أرادتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال حادثة البغدادي، أنه لا سلطة فوق سلطتها، والقوات الأمريكية هي التي تتحكم بزمام الأمور، وعليهم أن يخضعوا في اليومين القادمين من أجل تمديد ما يسمى بالاتفاق الإطار الاستراتيجي ما بين حكومة المنطقة الخضراء والولايات المتحدة الأمريكية، مع ضمان عدم ملاحقة الجنود الأمريكان على ما يرتكبونه من جرائم داخل العراق. هذه حقيقة الرسالة الحقيقية من خلال عملية البغدادي، وليست القضية خطأ بالمطلق، هي رسالة واضحة، وبالتالي هي في محيط قاعدة عين الأسد، وبالتالي أيضا هي رسالة للقوات المحلية التي تتعاون
مع اجندات ايرانيه ومع اجندات ميليشياويه بطريقه واضحه تماما. سيد نايل، تطرقت الى اتفاقيه الاطار الاستراتيجي، هناك يعني بعض النواب طالبوا بعدم تجديد لهذه الاتفاقيه، تعتقد ان الحكومه قادره على عدم تجديد هذه الاتفاقيه، اتفاقيه الاطار الاستراتيجي؟ يعني الحكومه امام تواجد اعداد امريكيه كبيره وامام قوات اجنبيه اخرى، ولا زالت القضيه في عمليه تداعي كبير، واهمال ترامب للقاء الاعدادي في منتدى دافوس. نعم. بالكامل هي رسائل واضحة على أن الاتفاقية ستجدد، رغم عن أن هؤلاء، لأن هؤلاء هم الذين يريدون بقاء الأمريكان لحمايتهم، وبالتالي ستضاف إليها شروط لصالح القوات المتواجدة والقواعد المتواجدة الأمريكية على هذه الاتفاقية. الناشط السياسي عبد القادر النايل حدثنا من عمان، شكرا جزيلا لكم.